السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، هاد المناظر الطبيعية الجميلة. هنا الكاسكاط هذا ديال إيل موريس، جميل جدا ما شاء الله. 800 متر في الحقيقة، ما عقلتش شحال من متر الصراحة. ما شاء الله، واحد المنظر جميل جميل جدا. ومشينا لشي بلايص اخرين، الارض ديال سبعه كولور، لا تيغ دو سات كولور، وكاينه حتى لا تيغ ديال 20 كولور. سبحان الله، هاد الارض هادي واخا تصب الشتا واخا هكا كتبقى وما كتخلطش الالوان، فيها سبعه الالوان وما كيتخلطوش، وكل لون كيبقى في بلاصتو. واخا تقبط انت، واخا نشدو حنا نخلطو هذاك الالوان، كيتفرزو كيرجعو، كل لون كيتفرز بوحدو. سبحان الله ما شاء الله، جميل جدا جميل جدا. هاد البلاصة هادي جميلة جدا، هاد المناظر الطبيعية رائعة وزعما جميلة جدا. تنتمنى هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، ونخليكم تتمتعوا مع هاد المناظر الطبيعية، ونتلاقاو بعد لحظات. مهم، حيت داك الفيديو الاول كنا درسو مع هاد الخرجه هادي، وكنا باقي ما كنت باقي ما كملتش ليكم، ودابا جينا نتغداو، ولكن للاسف كان التليفون دي سارج ليا وما صورتش شنو تغدينا. ودرت شي تصاور، ولكن سبحان الله ما مكتبينش حتى التصاور، ما صدقوش. خدينا هنا، دخلنا لهاد الريستوران هادي اللي فيها غير لي توريس،
صراحة في أصحاب بلاد قلال، شي جوج اللي لقيناه زعما كلهم توغي سادو. هاد الفروي هذا إلا كان خضر يكون كلك تديرو كخضرة، وإلا كان مهم شنو دخلنا. صورت أنا لافان ديسير اللي صورت لحقاش ديسارج لي التليفون، وعطيتو لهذاك السرباي باش يسارجيه. ساعك ما سارجاش، غير سبحان الله ما كتبش نصور شنو تغدينا. خدينا الحوت مشوي زعما طري، وخدينا لي سالاد ولي فخيت صافي. وديسير هو هذاك اللي شفتو. بدلنا الجو، كان نهار زوين، كان زوين هذاك النهار الحد رائع اللي مشيت خرجت فيه بديك الخرجة، داك الفيديو اللي درت، وهذا الفيديو هذا جمعت فيه كل شيء. ايوا وصافي خرجنا سالينا، ودابا غادي نمشي لديك البلاصة. غادي نمشيو لواحد البلاصة الكاسكات، وغادي نمشيو للأرض ديال سبعات الألوان. وخليكم معايا وتمتعوا معايا في هاد الجولة هادي. تنتمنى هاد الفيديو يكون يعجبكم، وما تنسونيش بالاشتراك. اللي عمرو ما باقي ما دخلش عندي يدخل عندي، وإلا بغى على راحته، ماشي على راحته. اللي هذا عجبو الفيديو يدير لي اشتراك، ويدير لي لايك كومونتير الى عجبو الفيديو. الى ما عجبوش الفيديو لا ما يدير حتى شي حاجه. ايوا هادشي اللي كاين. انا بعدا كنقول راه غادي يعجبكم هاد الفيديو، مع تبارك الله زوين وطبيعه خلابه زعما كلشي كتعجبو الطبيعه. ايوا دابا حيت الصوت، حيت كانت واحد الاغنيه في الراديو، كان الراديو ما كانش عليا نسجل الراديو، كان عليا نطفيه. اما كان عليا نخلي الفيديو طبيعي، كان زوين ما كانش غنحيد لي الصوت. ولكن دابا حيت لي الصوت للاسف، حيت بزاف فيه خفت يخرج لي فيه حقوق الطبع والنشر ونصدق عاوتاني. اللهم حيت ما بغيت ندير لا موسيقى لا والو، حيت عندي مشكل ديما كان عندي في الاول كان يخرج ليا حقوق الطبع والنشر، ودابا فضلت ما نبقاش ندير حتى شي موسيقى. المهم مع هذا الفيديو ان شاء الله نديرو طويل، ما نديرش فيه موسيقى باش ما يكون عندي حتى شي مشكل فيه. ما كاع الحاجه ديال الشك نحيدها. هنا كيدخلنا لهاد البلاصه لي كنخلصو فيها شحال 100 درهم للواحد نخلصو، لكن بريفيو زوينة ومقابلينها ومنظفينها، ولكن زوينة. المهم كنخلصو عاد كندخلو لهاد الطبيعة هادي. هنا الارض سبعات لا تيغ دو سات كولور، لا تيغ دو سات كولور اللي كما قلت لكم، واخا كتاخذوا الارض تاخذوا هذا اللون من هنا واللون من هنا، واخا تخلطوهم يتخلطوا وكل واحد كيرجع للطبيعه ديالو. ما شاء الله سبحان الله، بحال تقول داكشي الارض حيه، وكيجيو لي توغيس منين ومنين، وكيجيو يشوفوا هاد سبحان الله هاد المنظر هذا. هنا هاد الكاسكات هذا،
كنطلعوا هنا ونزيدوا زعما نشوفوا مزيان بحال كي عندنا حنا في سبحان الله في سيتي فاطمه، ولكن هما هنا ديري لها الدروج وتطلعي على خاطرك، واخا ماشي مهم منظر يرتاح البال. انا الحاجه كتعجبني نصور ندير فيديو وعاوتاني نعاود ندير فيديو عاوتاني نعاود نفيلمي، بقيت كنفيلمي ونسيت في الليل ما درتش التليفون يتسارجا ومشيت خرجت كان التليفون ناقص في السارج وما كملش ليا الخرجه وبقى فيا الحال، ولكن مره اخرى ان شاء الله ونكمل الخرجه نكمل نصور عاوتاني. حقيقة خصني كاميرا وخصني كاميرا باش نصور حيت التليفون ما قاديش ليا. وها الارض سبعه كولور، كاين دو سات كولور الارض سبعه الالوان، الموف وسبحان الله الاصفر والغوز سبحان الله. دابا مع الجو كيتقلبها شويه الحال واضح الحال شويه مغمم، شوف سبحان الله قلت لك هاد الكولور هادو هاد الالوان ما كيتمزجوش ما كيتخلطوش مع بعضياتهم، واخا تصب الشتا واخا تقبطهم نتا وتخلطهم يرجعوا يتفرز كل اللون يرجع يتفرز بوحدو سبحان الله. كانت قبل هاد الارض هاد مديرينش ليها هاد الشيء، كيجيو الناس كيدخلوا لكن دابا داروا ليها هاد الحدود هادو باش الناس ما يدخلوش الارض، كانوا كيدخلوا ياخذوا يبداو يخلطوا، ولكن دابا ولاو داروا ليها هاد الحدود باش الناس غير تشوف وصافي بلا ما تدخل. شي اللي قالوا ليا قالوا ليا كانوا الناس يدخلوا. كاين هنا عاوتاني في شي بلاصه كاين ارض بحال هكا 20 كولور سبحان الله، هذه فيها سبعه ولكن كاينه بلاصه اخرى فيها 20 ديال بحال هكا 20 كولور. راه كنلقاو في اليوتيوب شحال من هذا من الفيديو كنلقاو هذوك تيديروا اليوتيوب كيجيو صحاب اليوتيوب كيجيو لهنا كيصوروا. منظر خلاب زوين تنحمد الله ونشكره اللي جيت لهاد البلاد هادي وتنتمتع فيها الحمد لله والشكر لله على خير ايامي كنتمتع فيها وكنت كنخرج وكنت نزاه وكنكتشف شي حوايج اللي ما كنتش كنشوفهم في المغرب. المغرب غزال وفي الطبيعه وفي كل شيء، ولكن ما كنخرجش في المغرب شحال من مدينه ما مشيتش ليها. ما ساعدنيش الوقت وما ساعدتنيش الظروف سبحان الله. جيت لهاد البلاد بعيده من المغرب بزاف، وهنا ساعدتني الظروف.
هاد المجازة هنا شحال المنظر زوين، هادي مجازة كتبيع الحوايج بالثمن، عجباتني هاد المجازة هادي. وللأسف حيت الصوت لحقاش كيما قلتلكم، ها سميتو كان فيه أغاني مع الراديو مع الأخبار، وانا نحيد الصوت حيتو في مرة، نخلي الصوت ديالي. هنا كيشرحوا شنو كاين هنا، كما قلت لكم 4000 ريال، شي 2400 الواحد. لا يا ربي سمحوا لي، 40 درهم للواحد. لا يا سمحوا لي بزاف، تلفت، 40 درهم للواحد، 40 درهم. صافي ساليت من هذا. هنايا بغيت نوريكم سبحان الله، وهذا ما بحال قلتي هاد الشجره، شوف الفواكه ديالها بحال التمر، ولكن غير المنظر وصافي. ايوا غادي اليوم مشيت، اليوم الحد مشيت جامبو بحال قلتي مرجان، واحد المول اسميتو جامبو. ايوا لقيت تبارك الله ما شاء الله شنو كيبيعوا هذوك صحاب الورود. ايوا جيت من الطبيعة وصلني دخلت للطبيعة، سبحان الله شوفوا. اليوم الزهر ديال الطبيعة، هاد الفيديو كله ديال لا ناتوريل، لا ناتور. كيبيعوا هنا كلهم هادو اللي هنا حاطين هادشي في كما كتشوفوا في الوسط، هادو شكارين هاد البلاصه وكيخلصوا بطبيعة الحال، كيخلصوا فين هنا حاطين هادشي اللي تيبيعوا النباتات و... وانا جيت من الطبيعة ودخلت لهنا لقيت الطبيعة وقلت نهار زوين هذا. دونك هاد الفيديو كامل ديال الطبيعة. اللي بغى يشري ويغرس في الجردات هنايا مع تبارك الله كاينين الديور كلهم بالجرادي. هذا الورود شريت هاد السيده هادي لي بلونط باش تغرسهم في الجرده. هذا كله هنا ورد، ورد جميل. ورد جميل ايوا. وحتى لهنايا وغادي نخليكم وغادي نقول لكم بالسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله. وكما قلت لكم الى عجبكم هذا الفيديو، كان عجبكم المحتوى ديال هذا الفيديو، وشاركوا ديروا لي اشتراك ولايك وكومونتير. والسلام عليكم، شكرا لكم، شكرا جزيلا، والسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.